الآن فيما يتعلق باستدعاء إيران للقائم بالأعمال في السفارة الأفغانية، هذا التطور وإغلاق القنصليات داخل أفغانستان، إلى مدى يمكن، لأي مدى يمكن أن تتطور هذه التصرفات من قبل إيران أو التعاطي من الجانبين مع بعضهم البعض؟ قبل ذلك يعني أمير خان متقي وزير الخارجية الأفغانية استدعى السفير الإيراني قبل أن يحصل هذا الأمر. نعم. فطبعا يعني هم كذلك قاموا بردة الفعل بنفس الطريقة. على كل حال أنا أعتقد في هذه الظروف إيران أحوج من الحكومة الأفغانية، حكومة طالبان، للتعامل مع الأفغان، مع الحكومة الجديدة. فأعتقد عند الحكومة الجديدة عندها أوراق ضغط أكثر من الإيران، فطبعا إيران تحاول أن تجد طرقا لضغط على الحكومة الجديدة. إحدى الأوراق هي موضوع اللاجئين، فإيران تريد أن تضغط على الحكومة الجديدة من هذه الناحية، وكذلك الحكومة الجديدة الأفغانية بإمكانها أن يعني تتعامل بالمثل وعندها أوراق أكثر من إيران. على كل حال، ما المتوقع من وجهة نظرك سيد نصرة الله من حكومة طالبان اليوم بعد استدعاء القائم بالأعمال في طهران وإغلاق البعثات الدبلوماسية أو القنصليات؟ يعني على كل حال نحن علينا يعني على الحكومة الأفغانية أن تطالب بالحقوق الإنسانية الثابتة حتى اللاجئين الأفغان الموجودين في إيران. لإيران لا يحق أن نتعامل معهم بهذا الشكل. على كل حال يعني هذه ظروف صعبة، الأفغان يعيشون ظروفا صعبا في هذه الأيام. على كل حال الحكومة يعني لا تستطيع أن يعني تفعل أكثر مما فعل. يعني وعلى جميعنا يعني نستطيع الشيء الذي نستطيع أن نصبر على الأوضاع حتى تتحسن الأمور في أفغانستان وتقل الموجات اللجوء، ويعني حتى القضية اللاجئين في إيران يعني نجد لهم حلولا قانونيا. والحكومة الجديدة لابد أن تتمكن حتى تتعامل بالمثل أو من تتعامل من مصدر القوة مع الجيران.